بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت مباراة مصر والنيجر بفوز منتخب مصر بثلاث أهداف مقابل لا شيء. طبعا منتخب مصر في أولى المباريات مع البرتغالي روي فيتوريا ما تقدرش تحكم، أنت بتلعب قدام منتخب في المتناول خارج التصنيف تماما، لكن مباراة جيدة، نتيجة جيدة، نتيجة إيجابية أكيد، الفوز بثلاث أهداف مقابل لا شيء. نتمنى طبعا الاستفادة من الأخطاء اللي كانت موجودة والإيجابيات اللي كانت موجودة. لكن اللي حصل أثناء المباراة يبين لك ان انت قدام اكتر من حاجة. رقم واحد، ان اتحاد الكرة اللي بتحكم فيه حازم امام ده رقم واحد، اللي تعاقد مع فيتوريا واللي فيتوريا بينفذ كل كلمة بالحرف سمعا وطاعة يا سيدي. كابتن حازم امام هو الرئيس الفعلي للاتحاد المصري لكرة القدم. ليه؟ قلت لك روي فيتوريا كان مختار هو اللي قال على فكرة في المؤتمر الصحفي، كان مختار 8 لعيبة من نادي الزمالك قبل الماتشين بتوع النيجر والليبيريا، بعد كده اتضغط عليه فخلاهم 4 و4، هاخد 4 واسيب 4، يبقى نقسم البلد نصين وما نزعلش ولاد عمنا. لكن الزمالك ما عجبوش، الزمالك قال لك ما ينفعش، عايزين كمان، سيب لنا حبة، نقسم البلد نصين تاني، اضغط يا حازم، اضغط يا جمال يا علام. وقلت لك جمال علام راح للمعسكر بتاع منتخب مصر عشان يقعد مع الراجل هو وحازم امام ويقنعوه ان الزمالك ممثل مصر، الزمالك في مهمة وطنية عظيمة، فاحنا بنلعب ماتش ود ملوش لازم، منتخب مصر ايه وبتاع ايه، اهم حاجة الزمالك. الكرة المصرية والرياضة المصرية بسلطاتها ببابا غنوجة كله معمول عشان الخدمة على نادي الزمالك، فاوعى تفتكر ان احنا بنخدم على منتخب مصر، لا، المصلحة الاولى والاخيرة نادي الزمالك، بعد كده ممكن يجي منتخب مصر من بعيد، لكن اهم حاجة الزمالك. طب عايزين مين يا جماعة؟ عشان يعني الراجل تعب بصراحة، روي فيتوريا من اكل الملوخية تعب، ما بقاش ملاحق شوية، قال لهم خدوا النص بالنص وهختار 4، ماشي، ما عجبش الزمالك، فرجع الزمالك طلب نص اللي خدهم تاني، قال لك ادينا النص اللي انت خدته، فقال لك طب يعني اريحكم، شوفوا انتوا عايزين مين وخدوه يا جماعه، انا مش عايز ازعل كابتن حازم، كابتن حازم ده اللي اختارني، هو اللي اتفاوض معايا، هو اللي اتعاقد معايا، فانا جاي انفذ كل اوامره سمعا وطاعه، انا راجل قاعد معاك 4 سنين على قلبكم، مش عايز ازعل كابتن حازم مني في اي حاجه، راجل جاب لي سبوبه ومصلحه 10 مليون دولار في 4 سنين، يعني حاجه لوز اللوز. فعايزين مين يا جماعه؟ قال لك عايزين الونش وعايزين زيزو، دول اللي محتاجينهم، هنسيب لكم امام عاشور وهنسيب لكم اللعيب فتوح، مش عايزين حاجه تاني. طب اجي ادرب لكم الفرقه؟ طيب، طب اجي اجري مع اللعيبه؟ طب اجي اعمل اي حاجه؟ طب نيجي نخدم؟ اي مساعده؟ اي مسانده؟ قال لك خلاص لو احتاجناك بقى نبقى نبعت لك. هي دي الكره المصريه؟ هي دي الكره المصريه؟ على فكره ربنا ما بيكرمش عشان الحاجات اللي زي دي، اه والله العظيم. بص في 2006 و2008 و2010، بص في 2018 هتعرف السبب، هتعرف السبب انت كنت ليه بتكسب امم افريقيا، ليه بتصعد كاس عالم روسيا 2018، وليه دلوقتي كل المنتخبات المصرية بتوصل نهائيات البطولات وبتخسر بضربات الجزاء. عايز تعرف السبب؟ بص شوف الاتحاد المصري بيعمل ايه، بص شوف الظلم والمجاملات الفجة اللي بتحصل لصالح نادي على باقي الأندية المصرية. عشان كده ربنا ما بيكرمش ولا هيكرم. هو ربنا هيكرم ازاي اذا كان في مجاملات وتواطؤ هنا او تلاعب هنا او تدليل وهشتكى وبشتكى هنا وهنا. فالنهارده منتخب مصر بين الشوطين طلع قرار، قال لك خلاص يا جماعه قررنا ندي زيزو والونش لنادي الزمالك عشان يلعبوا المباراه المصيريه امام الليكت التشادي بطل اوروبا وبطل العالم في كاس العالم للانديه. طيب عايز اقول لك ان موضوع الجزيري قد يسبب
ايقاف لنشاط الكوره في مصر. خلي بالك الموضوع كبير، موضوع سيف الدين الجزيري موضوع كبير قوي قوي قوي، ولو الدنيا مشيت بدون تدخل من هنا بوريدة في الاتحاد الدولي ويلم الموضوع، الموضوع ممكن يوصل لتجميد نشاط. ليه؟ لان انت النهاردة في سمة تلاعب حصلت. اذا اثبت الاتحاد الدولي بالاوراق والمستندات ان في تواطؤ او تلاعب حصل، كل عام وانتم بخير. لو معرفش يلمها هنا بوريدة، تجميد نشاط دي اقل حاجة، وتبقى سمعتنا زي البرلاند، وتبقى سمعتنا وسمعة الفساد اللي موجود في الاتحاد زي البرلاند. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نادي بعينه. ندمر كل الاندية المصرية ونخرب بيت الاندية المصرية كلها ونطلعها بره بطولات افريقيا، ونطلع منتخب مصر من تصفيات امم افريقيا وتصفيات كاس العالم. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نادي واحد بعينه. اتمنى ان الفضيحة دي تتلم. عارف انت استرنا الله يسترك، استر الكرة المصرية الله يسترك، لان الموضوع ده لو اتكشف او طلع فعلا، انا ما اقدرش اجزم ان في تلاعب فعلا حصل، لكن اذا ما قدرش اتحاد الكرة يثبت عكس كلام بتوع تونس، الكرة المصرية ممكن تواجه التجميد او على المستوى العالمي السمعة مش هتبقى كويسة. سبحان الله، الناس اللي كانت بتحفر وراء ايقاف سافيو وبتنخور وراء ايقاف سافيو لاعب النادي الاهلي، سافيو ما وراهوش اي عقوبات دلوقتي، ما طلعش عليه اي عقوبة. الناحية التانية، اتحاد كورة بيسجل بالمخالفة 6 لعيبة في نادي بيراميدز في القائمة بتاعته، القائمة المحلية بتاعته، عشان يأيدهم في القائمة الافريقية. الناحية التانية، بيانات بتتبعت مغلوطة للاتحاد الدولي عن مهاجم النادي المنافس، فيقوم النادي التونسي يبعت جواب باتهام بالتزوير والتلاعب والتواطؤ لصالح النادي المنافس. لحد امتى هتفضل الرياضة في مصر كده والكرة المصرية كده؟ نادي الواحد وحده هو اللي بيتظلم، وناديين بيتدلعوا ويتهشتكوا ويتبشتكوا. النادي الاهلي في جواب نهائي افريقيا اتظلم، النادي الاهلي في موضوع سافيو الكل قاعد يطلع اشاعات على ايقاف سافيو، وما طلعش سافيو موقوف، وما طلعش سافيو موقوف. ماذا سيفعل الاتحاد المصري في ورطة بيراميدز؟ ماذا سيفعل الاتحاد المصري في ورطة الزمالك وسيف الدين الجزيري؟ هل وزير الشباب والرياضة يتدخل، ولا يسيب الدنيا زي ما هي ماشية على طول؟ طيب، نادي الزمالك وخالد الغندور قعدوا يتباكوا يعني ويصيحوا، احنا ازاي لعبتنا ما بتعملش اعلانات وظلم، وازاي واصل الاعلام الاحمر مش عارف ايه، والاهلوية مسيطرين، والاهلوية احنا مظلومين ومؤامرات. النهاردة كابتن بشير التبعي لاعب الزمالك عامل اعلان، وهو حامل حمى لنادي الزمالك في الفضائيات بالمناسبة، بشير التبع بيطلع في الفضائيات وتحت شعار انا حامل حمى ودرع نادي الزمالك، وانا اللي بدافع عن نادي الزمالك بكل قوة. بشير التبع طالع في اعلان بيسف فيه على نادي الزمالك وعلى نفسه قبل ما يسف على نادي الزمالك. الاعلان ده لو اكد لي بيأكد لي قد ايه القيمة والشعبية بتاعة نادي الزمالك، لدرجة ان هم يوم المعلن فكر يعمل اعلان عشان يكسب. انا قلت لك قبل كده مفيش معلن ذكي هيروح للاقل جماهيريه، المعلن حتى لو انتمائه ابيض مش هيروح للابيض لانه عايز يكسب. فالنهارده المعلن ضرب عصفورين بحجر، جاب لك واحد زملكاوي يعمل الاعلان عشان خاطر الغندور ومن على شاكله الغندور، وسف على الزمالك ولاعب الزمالك السابق ومباراة 6-1. بشير التبعي طلع يعمل اعلان على ماتش 6-1 بيتم السف فيه بيبو وبشير، بيبو والجون، وزيزو وبشير، زيزو والجون. فالراجل قال لك انا كرهت رقم 6 وكل اللي بيحصل معايا مش شوية بسبب رقم 6.
لما خد المنتج بقى اللي هو بيعلن عنه ما شاء الله صحته رجعت له، اعصابه جمدت، بقت حديد، بقى بيحب رقم الستة. طبعا رقم الستة معروف ومشهور لدى كل جماهير الكرة المصرية، ستة واحد بيبو وبشير، واحد من ابطال السداسية كان موجود كابتن بيبو وبشير. فاعتقد بعد مجموعة من الصياح خلال السنوات وسنوات ماضية، وللعبة الزمالك القديمة والجديدة بالرغم ان احنا بنكسب بطولات ما بتظهرش في الاعلانات، راحوا جابوا كابتن من كباتن الزمالك عمل اعلان يسف بيه في انجاز من انجازاته في مباراة الستة واحد. طيب شفت فيديو لاحد لاعبي الاهلي السابقين الاخ محمود وحيد، عامل فيديو بيعلن فيه للاسف الشديد احد الالعاب الالكترونية بتفقد لاعب من ابنائها الابرار. محمود وحيد النهاردة بيعلن اعتزاله لأحد الألعاب الإلكترونية. اللعيب اللي كان احتياطي بقاله 3-4 سنين في النادي الأهلي وما حسناش بيه بأي حاجة، ما كانش له أي دور مؤثر في النادي الأهلي، لعيب كل ما بيتصاب علي معلول تيجي تعتمد عليه يروح مفنيخ منك بعد ماتش ماتشين، الجنط يجي على الأرض ويتصاب إصابة عضلية إصابة غير عضلية، الراجل بيسهر كان الله في عونه، بقاله 3-4 سنين بيسهر لحد الساعة 3-4 الفجر، عمال بيطلع لايفات في بابجي وعمال يعمل ويعمل ويعمل، وفي الاخر يروح التدريب مش فايق اصلا لنفسه، مش فايق اصلا. الاهلي كان بيتغلب يروح يلعب بابجي، انت كنت بتطلع اللي بيحصل في الماتشات على بابجي ولا ما تعرفش ما تعرفش. فالاخ النهاردة في قمة الحزن الصراحة اعلن انه خلاص مش هيلعب بابجي تاني بعد ما ساب النادي الاهلي وراح طلايع الجيش. مبروك على الكابتن محمود وحيد انتقاله لنادي طلايع الجيش، ومبروك لجماهير النادي الاهلي انها خلصت من لاعب زي محمود وحيد. هو لاعب اخلاقيا محترم جدا، لكن على مستوى الفنيات لا يليق، من وجهة نظري لا يليق انه يكون موجود في النادي الاهلي. اخيرا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اعتمدت مادة الترامادول كمادة محظورة، كمادة محظورة. ميدو قال لك ايه بقى؟ قال لك في لعيبة في الدوري معدلات جريها هتنزل اكتر من 50%. عايز اقول لك ان في لعيبة كتير في الدوري بتاخد ترامادول، الدوري باقسامه، الدوري باقسامه. عايز تعرف مين اللعيبة دي؟ شوف الاربع اندية اللي بيشاركوا في افريقيا، مين اللي لعيبة الاندية دي؟ طبعا النادي الاهلي معروف، الاهلي بيلعب في الدوري لحد الدقيقة 96، في افريقيا لحد الدقيقة 96، ما فيش حاجة معانا فرقة، فالحمد لله احنا ما بنستخدمش ترامادول. في اندية تانية بقى بتشارك في افريقيا، اللعيبة في ماتشات الدوري حمادة حمادة، وبتروح افريقيا تقلب اخت حماده، في الدوري حماده وفي افريقيا بتبقى اخت حماده. ليه؟ لانه في الدوري ربع نص تمولاي يروح بلاعه قبل الماتش بربع ساعه، ينزل بصوا خيل بلدي عربي اصيل، تور هايك في عنبر 7، نزل خلص الماتش، الماتش لو قعد 7 ايام انا معاكم مفيش فرق عادي، مش عرقان ولا تعبان ولا حصل اي حاجه. بيروح افريقيا، طبعا افريقيا فيها كشف على المنشطات، فما يقدرش ياخد لا ترامادول ولا غير ترامادول عشان ما يتفضحش، علشان ما يتفضحش فيبطل قبلها بفترة، النتيجة تكون ايه؟ بيطلع حصالة، بدل ما يبقى حمادة يبقى اخت حمادة او ام حمادة او عيلة حمادة كلها، عادي جدا. فميدو عارف، ميدو قريب من اللعيبة كتير وعارف مين بياخد مين ما بياخدش، مين بيتعاطى مين ما بيتعاطاش. اعتقد ان في لعيبة هتتكشف كتير خلال الفترة القادمة بعد وضع مادة الترامادول كمادة محظورة على اللاعبين عالميا، وان اي حد هيثبت انه تناولها هيتم ايقافه رسميا. طيب عايز اقولك ان الاسماعيلي بعد هاشتاج على التويتر رفض الاسماعيلي العرض المقدم من شركة بريزنتيشن.
عمل ايه الاسماعيلي؟ قال لك احنا هنعمل مزايده لبيع الحقوق بتاعتنا، الحقوق التسويقيه بتاعت الرعايه وحقوق البث التلفزيوني في مزايده. خيرا فعل الاسماعيلي. ليه؟ عشان كل نادي يعرف قيمته ايه. مش يحيى الكومي يطلع يقول لك انا عايز ابقى زي الاهلي، اعمل مزايده. شوف مين هيجي يطلب اصلا ان هو يرعى الاسماعيلي، شوف هيجي لك كام. لو جالك الرقم اللي انت كنت بتاخده من برزنتيشن ابقى تعالى قابلني. لو جالك الرقم اللي اتعرض عليك من برزنتيشن ابقى تعالى قابلني. تمام كده؟ انت بس ما بس لما تعرف بقى قيمتك الحقيقيه في التسويق والرعايه، ما تجيش بعد كده تطلع تلف على القنوات وتقول انا عايز اتساوى بالنادي الاهلي وازاي الاهلي ياخد كذا وانا اخد كذا وما اخدش كذا، والكلام اللي انت بتقعد تعيد وتزيد فيه على طول على كل البرامج الرياضيه. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام.